بالعام الافريقي سيمي دم. قد ما كنا نحكيو قبل الاخبار على الوضعية الماليه الافريقي، دونك حكيت لنا شويه انت سيمي دم، نجم نشوفوا اضرابات في الايامات الجايه ولا تجاوزناها الحكايه هذه؟ لوجيكمون تجاوزنا. على شنو تفهمت بالضبط؟ خلا يا اخي، هو المفاهمه شنو هي؟ هي امور ماليه راهي. اي باش تعطي باش تعطيهم فلوسهم كيفاش؟ امور ماليه معناها لازمك تعطيهم فلوسهم، فهمتكم؟ تو فابا ايشابي يا ساره. لازمك تعطيهم فلوسهم، لازمك توفر الموارد، واللاعبين زاد كيما وقفوا معنا قبل راهو باش يكملوا يقفوا، ومتفاهمين هما وضعيه النادي. متفاهمين علاش قربوا؟ علاش قربوا؟ باش تلوم زاد ان جوار هذاك سوسون دي جوار بروفيسيونيل. دي جوار بروفيسيونيل هذاك مورد رزقهم. يقول لك انا خوينا زاد نحب شهريتي، ما باش تجي العبد يقول لك حب شهريتي وتقول هو ظهر لي اكثر من شهريتي، طيب وحتى الفلوس نتاع البريمات نتاع مناول ظهر شو صار لي بريم. هي الاشكاليه في البريم، هي ريال مول الاشكاليه في البريم. اي شنو شنو فهمتوا بالضبط؟ وقتاش باش تعطيو؟ تعطي لهم اجل حاجه هكا ولا لا؟ الاجل انا ما نجمش نجاوبك عليها، خاطر هو غزل معناها الاجل. هو اجتمعوا من بعد مع مسؤولين النادي وبداوا يلقاو في الحلول معناها باش يخرجوا من الوضعيه هذيك. هو لو بلوز امبورطون راهو سي دو ريسبكتي لي زونجاجمون معناها كونتراكتويل نتاع الشهري. معناها كي تعطي الشهري وتعمل لي زيشيونسي نتاعك بطريقه معقوله الشهري فما خمسة شهور ولا اقل شويه؟ لا اقل اربع شهور، ما يخصوش السنه، يخصو عام ناول. السنه معناها قاعدين ياخذوا في الشهري. فهمت. هي ديون متراكمه من وقت حتى سليم الرياحي ديما قاعد شهر يتبع في الشهر. هو الاشكاليه كل راهو ديون متراكمه، خاطر الكونتينيتي راهو معناها نتاع ليزيكزيرسيس الكونتينيتي. انت تجي تصح كونتراتو على ثلاث سنين ولا اربع سنين ولا خمس سنين، نابورت كال كونترا معناها تو دوا لو ريسبكتي. اذا قبلك ما خلصش انت راك اللي باش تخلصه، ولا عبد يقول لك هذاك حقي، ما تنجمش تقول له لا راه ماهوش حقك. صحيح. دونك تفهمتوا نهائيا ما عادش نشوفوا، نجموا نشوفوا الضربات اللي صارت الجمعتين التالية. لا ربي ما عادش نشوفوا الضربات اللي صارت. باهي، بالنسبة للديون اللي في الفيفا كما الوام اللي في التاس ولا اوندما كيف وماركو سيموني والستاف اللي معاه، فما خطة باش تخلصوا الديون هذايا ولا باش يقع طويلة على الجمهور ولا كيفاش بالضبط؟ هو الكونت اف تي اف اللي تيج جوسكا ماتنو مازال محلول. دونك تنجم العباد تساهم. اما زاد باش تطالب توا انت جماهير معناها باش تزيد تصب. الجماهير راهو اللي عملته راهو حاجه من فوق العقل، حاجه من فوق العقل معناها. ولو كان مش 6 مليارات هذوكم نتاع الجمهور، وين شنو كان نجم يكون مصير نتاع النادي الافريقي معناها؟ مصير النادي الافريقي كان غامض. كان غامض غامض. ولو انه نتذكر ان برنامج تاع الهيئه هذه قالوا اول اهم حاجه نقطه في برنامجهم تسديد الديون معناها هذه معناها. راهو انت تنجم تعمل برنامج ومن بعد تجيك ظرفيه، يجيك ظرف معين يخليك تو ريسبكت با لونجاجمون هذاك ولا تتعطل فيه، ولا خاطر انت تبدا معمل على عقود استشهار ما جاتش، تنجم تعمل على مداخيل مباريات ما جاتش. انا راهو ثم وضعيات ما فهمت. اما لو بلوز امبورتون اللي هو راهو لو كونت اف تي اف اللي تيج عطاه الفرصه لاحباء النادي باش يوريو اللي راهو جمهور النادي الافريقي معناها الانتماء نتاعو للنادي. ما انتماء معناها ما تنجمش انت تخيلوا في مخك، خاطر الله اللي صار بالحق انا اللي صار معناها نشوف فيه معناها كل يوم وقتها حاجه راهو غير عاديه. وبينت زاد حاجه اخرى اللي راهو معناها النادي الافريقي نجم كان يعمل على جماهير. حتى الوقت ايش يقعد محلول الكونت؟ الكونت نورمالمون ما نعرفوش حتى الوقتاش محلول، خاطر الكونت راهو في يد الجامعة ماهوش في يد النادي الافريقي. هذا تنجم تجاوبك عليه الجامعة التونسية لكرة القدم. اما مادام محلول احنا النجم معناها الجمهور ينجم يكمل لي زاكسيون نتاعو، زاد المجهود الهيئة المديرة تقوم زاد بالمجهود نتاعها، وفما معناها ثم مساعي ونقاشات باش يتم معناها وضع خطة لخلاص الديون هذيك ولا التنقيص فيها، ولا نلقاو جدولة مع الناس هذوما معناها كيما مارسيليا كيما عندما هو أول إيشيونس مارسي في مارس هكا في مارس نورمالمون في مارس 3 مليارات و 200 اسكو جاهزين الأموال؟ فما خطة اليوم باش تعملوها شنو بالضبط؟ موجودة خطة ما إن شاء الله معناها إن شاء الله نجموا نطبقوها. اللي هي شنو هي؟
التويق الاعلان عليها الخطه هذيك خاطر ما نجموش نحرقوا معناها نحرقوا لي زيتاب نحرقوا لي زيتاب. التويق الاعلان عليها في وقتها ثم خطه موضوعه باش نحاولوا، هي محاوله وكل شيء في الدنيا هذه ما كي تقول لي محاوله تختف نجم ما تختفش معناها، ما هو هذا ديون معناها لازم تتسدد معناها 300 مبلغ كبير معناها نفهم اللي مجهزين توا عند الهيئه. لا في الظرف الحالي، في الظرف الحالي انا على حسب معلومتي راه باش نجاوبك على حسب معلومتي 3 مليار دوات و200 توا في الوقت الراهن ما تنجمش تلقاهم في كاس النادي الافريقي. اما بور بلانيفي النجم نجاوبك، بور بلانيفي إلي أن أون بلانيفيكاسيون، إلي أن أون بلانيفيكاسيون دو تال سورت كي نخطو ليسيونس هذاك نلقاو كيفاش نجيبها. أما راهو زادا لازمك تثبت راهو ثما لجل الغد معناها ما مش راهو لجل هذاك ماهوش فيكس. لا مش ماهوش فيكس، سي با أون دات بيتوار. سي با أون دات بيتوار معناها يتخلص وقتها يا سيدي. معناها ينجم تجيك بعض تنبيه وتبعث انت حيفيات باش تنجم توخر لو ماكسيموم هكا. توخر لو ماكسيموم انت تربح شويه نفس. فهمت؟ ماكسيموم تاعنا قداش نجم نوخر معناها؟ كذا شهور تولي في جوان في الصيف حاجه هكا. لا صعيب شويه يا جماعه، صعيب شويه في جوان. احنا هو الاوبجيكتيف، الاوبجيكتيف ما توصل انت لجوان كان راهو نظفت الوضعيه نتاعك. هو الحكم في التاس معناها فم امكانيه ينقص الحكم ولا قاعدين تبعوا فيه فما شكون مكلف باش تلهي بهذا الحكايه هذه ولا كيفاش؟ فما محامي النادي اللي هو الاستاذ عبد الكريم العبد هو اللي متعهد بالملف قاعد يتبع فيه. فما امكانيه انه ينقص المبلغ قال شويه؟ بيان سور لا، هذه تسال الاستاذ عبد الكريم العبد تو يجاوبك هو عليها معناها ينقص ولا ما ينقص. اما هما هذوكم المشكله فيهم الخطايا، الخطايا خاطر ماشيه وتزيد ماشيه وتزيد، النهار اللي تزيد توخروا في الخلاص باش يتكلف لك. لو كونتور اللي اون تران دو ماركي. فهمت. اما ينقص يمكن ينقص شويه مش اون ليميت لي ديغا، الغادي اون ليميت لي ديغا. انت تنجموا تحكيوا مع الويام تلقاو فورميل حتى ينقص المبلغ وتخلصوهم بالوقت؟ هذاك احسن معناه احسن سيناريو معناه نجموا نعملوه. ما تروح على الامكانيه هذه ولا؟ ما تروح على الامكانيه هذه. بديتوا تحكيوا ولا؟ صارت محادثات معهم قبل وباش نعاودوا نحيوها. شكون اللي قاعد لاهي بالحكايه؟ هذا لوجيكمون باش نتلاقى بها انا من بعد. وحكيت معاهم انا انت مازلت انا ما بديتش نحكي معاهم خاطر كيما قلت لك عندي جمعه. عندي جمعه من اللي بديت. اما اون فا اونتامي لي ديسكسيون وباش نلقاو حل يوصلنا ومو نرتاحوا من الملف هذايا. بالك حكينا على الكونت لي تيج جمهور الكلوب يسال على الاموال نتاع ماتش فيرونا، اسكو تحطوا في الكونت؟ مازال ما تحطوش في الكونت. لا مازال ما تحطوش. اي خاطر الهيئه في بيان لها سابق قالت له 31 نقولوا شنو باش يصير في الاموال هذيك، شنو عندك فكره شنو باش يصير فيها؟ باهي الاشكاليه نتاع ماتش فيرونا اللي هو سيتان ليتيج. سيتان ليتيج، لو ليتيج هذاك ما بينات فيرونا والمتعهد بال معناها لاجون اللي كان معناها وسيط في المقابل. الوسيط في المقابل به اللي صاير هو معناها بالنسبه للاموال هذيك نتاع التذاكر. بالنسبه للاموال نتاع التذاكر يا يرجعوا لهم ليهم والا يتعوضوا. صعيب تو باش يرجعوا لهم والا لا ما هو خاطر لا ولو انه الجماهير اغلبها تطالب تقول لك حطها في الكونت في الكونت. ما تنجمش تحطها وقتها في الكونت في تي اف ليتيش. علاش؟ قانونيا ما تنجمش تحطها خاطر ينجم تجيني انت تقول لي اعطيني تذكرتي. انا ملزم باش نرجع لك فلوسها خاطر اللقاء ما تمش. لو سيرفيس نا با ايتي روندو. الفرضيه الاقرب شنو باش يصير فيهم معناها؟ الفرضيه الاقرب معناها يا العباد معناها باش يا الجماهير معناها تسترجع الاموال نتاعها وهي تمشي تصبها من بعد في الكونت في تي اف ليتيش. والا ثم دي روسو وقتها ثم دي روسو معمولين يا تبدل انت تحب تبدل تاخو تذكره اخرى نتاع لقاء واحد اخر خاطر ثم لقاء واحد اخر مبرمج تعوض التيكي هذيك بيونوتر تيكي تخول لك باش تدخل معناها الملعب والا انت طالب استرجاع المبلغ النقدي هذاك. وقتاش تم الحسم في الموضوع؟ الحسم هذا خاطر توا الى اون بروسيدور اون كور اللي باش تتم ضد فيرونا. خاطر يا باش تجي وتلعبوا الماتش اللي كان مقرر والا راهو فما معناها عقوبات معناها ووقتها يتم الحسم في الموضوع نهائيا. شنو هي البروسيدور؟ شكايه للفيفا شنو هي بالضبط؟ بيان سور شكايه للفيفا. وتم ايداعها ولا ما زالت؟ الطرف المتعهد ما هوش النادي الافريقي.
ماهي شكون؟ الطرف المتعهد سي لاجون، الطرف اللي تعهد كونتراكتويلمون سي لاجون. يعني النادي الافريقي هو المضارب الاول من النادي المقابل. لا النادي الافريقي راه طرف في المقابله، لازم نفهم الطرف في المقابله ما هوش هو اللي منظم المقابله. لكن صوره النادي الافريقي والوضعيه اللي خلتكم فيها المقابله قدام الجمهور، هذيك كي تحصل معناها لاجون على حكم وقتها احنا نجم نطالبوا. وقتها احنا نجم نطالبوا لخاطر بالحق وضعيه وقتها صعيبه، وضعيه صعيبه معناها تضرنا خاطر اونتمون وقتها كان صار اللقاء هذاك ثم مداخيل كبيره كانت باش تدخل وكانت باش ترتحنا من برشا. معناها مثلا تحكي لي انت على ملف مرسير ثم جزء منه تنجم تلقاه وقت صحيح بالضبط، يعني ثم جزء ما احنا من النادي الافريقي المتضرر الاول والهيئه هي المتضرر الاولى رغم العمليه هذيك. خاطر زاد المبلغ خلص، معناها فيرونا خلصت، معناها وقع ارسال مبلغ معناها نتاع 40,000 يورو معناها باش تخلص فيرونا في الجايين نتاعها لهنا. معناها احنا ضررنا كنادي افريقي. من الحاجات اللي العباد يلموها على شويه على هيئه اليوسف الكلوب في حاجه طول الاموال وهي قامت بانتدابات، حتى الحاجه هذه قلقت حتى الملاعبين اللي خلتهم السبب الرئيسي باش يعلنوا الكريف. ما كانش ممكن تلافيهم الانتدابات هذا وقت الجمهور ما حاجتوش بالانتدابات وحاجته انه حاجته بالفلوس ويخلصوا القضايا هذم. بون باش نجاوب كونتراكتويلمون، انا باش نجاوب كونتراكتويلمون كالعاده مانيش باش ندخل معك في الجانب. بيان سور مش علاش تحكيو فنيا، نحكيو على امور شكليه. المهم الامور الشكليه كونتراكتويل، الانتدابات هذه القيمه نتاعها ما هيش مكلفه على حسب العقود اللي انا ريتها. فما شهري، فما نتصور فما شهري اجانب يخلصوا بالعمله الصعبه، نتصور فما كريم تاع الديان، نتصور فما كراهب زاده. فما شهري اما نفس الشهري اللي قاعده تعتاره واللاعبين التونسيين. ما كانش اولى الملاعبيه يخلصوا خير؟ انت خصوصا ما نساوش ما شكون من احباء الافريقي طلب سناب بطوله يطلب بلقب معناها. ثم انشوا راهو ثم انشوا اللي عملته الهيئه المديره اللي انا ما نجمش نجاوبك عليه توا خاطر يدخل في الرياضي راهو. تقنيا انا بهاني قلت لك تقنيا باش نجاوب كونتراكتويلمون. كونتراكتويلمون ان يا اوكين بريم دو سيناتور. فماش؟ معناها ما فماش مبالغ. فما بريم دو روندمون؟ ما فماش مبالغ. البريم دو روندمون هذاك محددها الجامعه التونسيه لكره القدم، وموجود البرامج نتاعها وموجود معناها الفورمول كيفاش كومون تو لا كالكول موجوده هذيك، واي نوع نتاع عقد راهو موجوده فيه البريم دو روندمون. اما لا ثم بريم دو سيناتور. انا كي قريت لي كونترا وتمدوا لي لي كونترا، معناها الاستاذ منوبي مد لي لي كونترا هذوما، كي قريت لي كونترا ما فيهمش بريم دو سيناتور، فيهم جوست ان سالير فيكس. لو سالير هذاك معناها ما هواش هاك السالير معناها اللي نفس معناها في نفس المستوى مع اللاعبين التونسيين. ودو جوار اون فان كونت ما هواش هاك اللي معناها ما قمناش بانتدابات كبيره معناها عاودنا جددنا 11. هو المشكل خاطر مربوط الحكايه هذه بالعمل الفني وما عندهم سي في كبير الملاعبيه هذم وما يعرفهم حتى حد وحتى المشاركات نتاعهم قليله، على ذاك الجمهور خلاه يسال. فهمتني؟ نورمال من حق الجمهور باش يسال.